سيداتي أنساتي سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدني أن أكون معكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب لنقل أولى مواجهات دور الثمانية والتي تجمع بين النادي الأهلي للسيدات دور الثمانية للسيدات لكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للسيدات رقم 39، والتي تجمع النادي الأهلي فراشات النادي الأهلي ونجمات النادي الأهلي في مواجهة مكنن التونسي. لقاء لا ينقص الإثارة، لا ينقص المتعة، إن شاء الله الغلبة والتفوق والتقدم يكون من نصيب نجمات النادي الأهلي وآدي النادي مكنن التونسي بزيه الأبيض والشورت الأسود، أما النادي الأهلي فبزيه التقليدي طبعا وبروح الفانيلا الحمراء التيشيرت الأحمر والشورت الأسود، وآدي طاقم التحكيم الجزائري سيدي علي حميدي ويوسف بالخيري طاقم الحكام الجزائري اللي بيحكم لقاء اليوم. النادي الأهلي مشاهدينا الأعزاء بيخش مباريات دور الثمانية بعد وصوله إلى المركز الثاني في المجموعة اللي ضمت معاه أول أغسطس الأنجولي اللي جه في المركز الأول، أما مكنن التونسي فبيخش مباراة هذا اليوم وهذا اللقاء وهو جه ترتيبه ثالث المجموعة الأولى. جه طبعا المجموعة الأولى كان بترو أتلتيكو أول المجموعة، تاني المجموعة دي جي اس بي الكونغولي، أما مكنن فجه وفي رصيده 8 أربع نقاط من فوزين وهزيمتين، أما النادي الأهلي مشاهدينا الأعزاء فجه رصيده من النقاط إلى 6 نقاط من بعد أدائه 4 مواجهات 3 فوز وهزيمة واحدة، وأدي الكابتن خالد مرتجي والكابتن خالد العوضي، الكابتن خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ومستر يزيد السعدي من الاتحاد الإفريقي، وصافرة انطلاق اللقاء مشاهدينا الأعزاء مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، والسنترة ورمية الإرسال والبداية وضربة البداية مع فريق مكنن التونسي. طبعا فريق مكنن بيضم بين صفوفه سندس حشانة اهي سنتر هاف صانعة الألعاب اللي كانت محترفة في النادي الأهلي على مدار موسمين ثم عادت إلى تونس مرة أخرى. سندس لاعبة دولية بتمتاز طبعا بالمهارات والقدرة على الاختراقات، وادي بقى أولى التصويبات عن طريق أيضا المحترفة في صفوف مكنن، لكن التألق والتصدي وبداية الذود عن مرماها عن طريق مين؟ عن طريق غادة حسام حارسة المرمى. النادي الأهلي بيلعب بتشكيله دلوقتي، رنا راضي في الباك ليفت ودونجو كامارا في الباك رايت وماتا ستيلكوزيتش في سنتر هاف أو صانعة الألعاب، وعلى الدايرة ليلى عز وفي الأجنحة أمينة، وبتخش بقى ماتا وتعدي وتخترق، لكن تصدي أول من حارسة المرمى برضو بترد، وسندس حشانة بتبتدي تحاول تعمل الهجمة السريعة، لكن منا زي ما بقول لحضراتكم، عفوا أنا قلت غادة حسام هي اللي ابتدت اللقاء كحارسة مرمى النادي الأهلي، لكن هي منة الله هي اللي ابتدت وتتصدى لتاني التصويبات من سندس حشانة. تاني هنقول لحضراتكم آدي أهو سندس علي منها اللاعبة رقم 20 بين دي ستاتن، وكرة توصل للجناح الشمال الوينج ليفت، وأول تصويبات اللقاء عن طريق اللاعبة رقم 77. بوسينة أميتشي واحد مكنن التونسي لا شيء النادي الأهلي، وبيلعب في الدقيقة 3 من زمن وأحداث الشوط الأول. الفريق التونسي بيلعب اهو قدام حضراتكم ب5-1، وآدي أمينة بتقطع على الدايرة وتستلم كورة جميلة تقطع من الجناح من الوينج رايت
أمينة رقم 33 الجناح الطائر أهي، استلمت الأسيست من رنا راضي، لفت ودارت، بصت وشافت، صوبت وسجلت الهدف الأول لصالح النادي الأهلي. على مهله خالص سندس بتحاول تستكشف كده وتغيير في المراكز وتقاطعات وتصويبات، لكن بره الثلاث خشبات تلمها من على طول وتلعب لماتا، رايحة ماتا على طول لوحدها بالدريبل بطول الملعب، تخترق وتتوغل، تصوب وتسجل الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي. اهي الإعادة راحت وعدت واستغلت الثغرة الدفاعية اللي كانت موجودة بين مركزين الدفاع 2 و 3 الدفاعية، لكن روى المقدم حارسة مرمى مكنن ما قدرتش تعمل حاجة لتصويبة ماتا عشان يتقدم النادي الأهلي 2-1 مكنن التونسي. تقاطعات اهي بقول لحضراتكم بيعملها الخط الخلفي، تغيير مراكز ما بين الأظهرة الخلفية لمكنن وسندس حشانة بتصوب تصويبة من الثبات كده بس يعني بدون ارتقاء بالحركة، لكن تتصدى لها منا، وادي دونجو كامارا وأولى تصويباتها بقى، لكن التألق والتصدي برضو زي التاني لحارسة المرمى لفريق مكنن التونسي. 33 سارة حسين الجناح اليمين الوينج رايت، و77 بوسينة الوينج ليفت اللي بتطلع اهي من مركزها وتستلم الكرة من خلف الباك ليفت، وبعد كده تستلم من سندس حشانة وتنزل على الدايرة عشان تزود لاعبة على الدايرة وتقلب الطريقة الهجومية الى 4-2، لكن الدفاعات الاهلاوية مصحصعة لها، وادي ليلى بتقطع الكرة وتوصل الى اللاعبة رقم 4 اللي رايحة بانفراد تام لوحدها امينة هشام، وتحرز أمينة الهدف اهي، رايحة وخدت المدافعة في ظهرها على طول وخدت خطوتين بالعرض كده والخطوة الثالثة لقدام، وتصوب وتحرز الهدف الثالث لصالح النادي الأهلي. على مهله تاني ونزلت دلوقتي كصانعة ألعاب اللاعبة رقم 2 مروة، وسندس راحت في الباك رايت الظهير الايمن، وادي دونجو كامارا بكل جساره وذكاء تحصل على الايقاف الدقيقتين، وقع دونجو كامارا لكن فرقه الاهلي راحت متى الى امينه وعلى مهلهم خالص، لان شايفين دونجو كامارا لسه وقع على الارض وقامت اهي سليمه الحمد لله، وهتستأنف اللقاء مع زميلتها ونجمات النادي الاهلي. ليلى هيثم على الدايرة وبتطلب منها متى ان هي تقف في على يمين بين 2 و 3 الدفاعيتين من ناحية الشمال متى، وتخترق تاني متى وتصوب متى، لكن تصدي وصفارة وفاول ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. وادي الكابتن زولا في يعني اعتراض كده منه، في حاجة مش عاجباه، هل هو من أداء فرقته ولا من سير اللقاء؟ وفي هذه الأثناء مشاهدينا الكرام بتخترق دونجو كامارا وتتوغل وتصوب بإيديها الشمال، بالرغم إن هي لاعبة ليست شولة لكن نقلت الكرة عشان تبعدها عن الدفاعات التونسية، وتصوب وتحصل على الرمية الجزائية. رنا راضي هتصوب الرمية الجزائية، وبتصوب الرمية الجزائية لكن لسوء حظها ترتطم بالتقاء العارضة والقائم كده اللي هو المقص الشمال لحارسة المرمى، ويلمها الدفاع التونسي. تاني تونس مكنن سندس حشانة نزلت 21 دلوقتي، ولا سندس هي اللي جت فيه الباك رايت زي ما قلت لحضراتكم، و31 سوار بن عبد الله بتلعب كصانعة ألعاب، وتصويبة تاني من سندس
لكن بره الثلاث خشبات تلمها منا وتلعب لماتا. هنشوف دلوقتي توجيهات وتعليمات الكابتن محمد عادل. طبعا قلنا لحضراتكم على تشكيل الفرقتين وايضا الجهازين الفنيين لكلا الفرقتين. كابتن محمد عادل وادي ماتا تلعب كوره سريعه لمين؟ لامينه هشام اللي بتخش امينه من الجناح وبتصوب بنجاح وتحرز الهدف الرابع لصالح النادي الاهلي. اهي استلمت ان ماتا ضمت الاثنين مدافعات عليها وسعت امينه الارتقاء بتاعها وفتحت لنفسها زاويه التصويب وصوبت على شمال حارس المرمى الهدف الرابع. طبعا الجهاز الفني قلت لحضراتكم كابتن محمد عادل مدير فني وكابتن محمد عبد الوارث مدرب عام وكابتن هشام عبد الوهاب ميشو مساعد مدرب اما والكابتن خالد عثمان مدرب حراس مرمى. اما في المعسكر التونسي المعسكر الابيض فريق مكنن فعلي سيوي وعبد الحكيم عزيز ومديح ايوب وفاطمة ايوب وياسين بن ساسي. ده الجهازين الفنيين لكلا الفرقتين. ادي الكابتن عادل اهو بتعليماته واضحه ان هو عايز يكمل بنفس هذا الاداء ونفس هذه القوه ان هو ما يديلهمش فرصه يطمعوا في اللقاء او يطمعوا ان هم ممكن يجاروا لاعبات النادي الاهلي في هذا اللقاء. بيحضر طبعا جانب من الجماهير في مدرجات صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي بالجزيره. بيؤازروا نجمات النادي الاهلي وانتهى الوقت المستقطع مشاهدينا الكرام اللي طلبوا الجهاز الفني لمكنن التونسي وابتدت سوندس حشانه تاني اهي في الباك رايت وفي نص الملعب سوار بن عبد الله صانعه العاب وعلى شمالها مروه رقم اثنين وادي تصويبه اهي من بره بالارتقاء كده عن طريق مين وتوصل الكوره بس هنقول لحضراتكم وصلت الكوره لامينه لكن امينه اتقفلت عليها زاويه التصويب فدخلت من زاويه ضيقه وطلعت تصويبتها بره الثلاث خشبات. لسه التقدم لصالح النادي الاهلي مشاهدينا الاعزاء مشاهدي قناه النادي الاهلي. بيبتدي الفريق التونسي يعني عايز يوصل الى نقاط الاختراقات وادي توصل الكوره من سندس الى الجناح رقم 33 ساره حسين وتوسع لنفسها ساره بقى هنا دلوقتي وتخش وتصوب على يمين منا الهدف الثالث لصالح مكنن التونسي. رنا راضي هتبتدي رنا بقى تمارس هوايتها وكوره ثانيه اهي برضه من ماتا الى امينه هشام تحرز بيها امينه تاني اهدافها في هذا اللقاء والهدف الخامس لصالح النادي الاهلي مشاهدينا الاعزاء مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اللقاء مشاهدينا الاعزاء بيعتمد على تفاصيل والتفاصيل بتعتمد على نظره وقراءه كلا المديرين الفنيين والمدير الفني كل فريق. وادي متى بتسرح بقى بتسرح عن ساره حسين رقم 33 الوينج رايت اهي اللي قدام حضراتكم ان هي ما ركزتش معاها ان ساره قطعت ودخلت ما بينها وما بين امينه هشام لكن تتالق بقى بتقدم لها المساعده والعون منا حارسة مرمى النادي الاهلي ان هي تتصدى لتصويبة سارة اللي تعتبر من انفراد تام وادي تصدي تاني من منا لكن متابعة من سارة تلم الكورة وتوصل الى رقم اثنين مروة داودي اللي ترتقي عاليا وتصوب على يمين منا الهدف الرابع لمكنن التونسي. بيلعب بقول لحضراتكم مكنن وادي ليلى تستلم الكورة وتلف لكن كان فيها اعاقه ونظره من ليلى كده لطاقم التحكيم لسيدي علي حميدي ان هي بتطالب بالرميه الجزائيه رميه 7 امتار لكن كان فيها اشاره برميه مرمى لصالح مكنن التونسي. تغيير تاني في الخط الخلفي كده في المراكز تبديل جت
رقم 2 مروه داودي في الباك رايت، وراحت سندس حشانه في الباك ليفت، وساره سوار بن عبد الله في صناعه اللعب او السنتر هاف بلاي ميكر للفرقه. وادي تاني سندس حشانه بتصوب من تحت رجل منه، والهدف الخامس هدف التعديل والتعادل لصالح الفريق التونسي. امينه تاني تلم وتضغط وتطلع كرتها لكمارة لماتا، ومن ماتا لامينه، ومن امينه لكمارة وصفاره، وادي كارت اصفر على اللاعبه رقم 77 بوسينا اميتشي اللي بتدافع في مركز 2 على ليلى هايس. وادي ليلى بتستلم وتلف المره دي، لكن المره دي بقى كان فيها اشاره الرميه الجزائيه وايقاف دقيقتين على اللاعبه رقم 77 بوسينا اللي لسه حاصله على الكارت الاصفر والانذار. ادي ماتا هي اللي هتصوب الرميه الجزائيه دلوقتي مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. ماتا في مواجهه حارسه المرمى التونسيه، وتصوب ماتا بكل لمحه جماليه برست ايديها، كوره جميله كده بتخدع بيها حارسه المرمى، خلتها تنزل ايديها لتحت وحطت الكوره برست ايديها في شباك روى المقدم حارسه مرمى مكنن التونسي. ستة الأهلي، خمسة مكنن. بنلعب في الدقيقة 14 من زمن وأحداث الشوط الأول مشاهدينا الأعزاء. جمهور الأهلي اللي وراه في كل مكان، سواء كان في الملاعب، في الصلاة، في داخل النادي الأهلي، خارج النادي الأهلي، فعلا جمهوره ده حماه، وهو اللي بيقدم كل المؤازرة والدعم لفرق النادي الأهلي على مستوى جميع الألعاب. تاني تصويبة كانت سريعة كده من سندس تعانق الشباك الأهلوية، ومعاها الهدف السادس هدف التعديل والتعادل عشان تبقى النتيجة 6 الأهلي 6 مكنن. وآدي أسيست تاني من متى إلى أمينة هشام، لكن لسوء حظها بعد ما عملت خداع جامد وحطت الكرة برست إيديها في الشباك التونسية ترتطم الكرة بالقائم ثم بظهر روى حارسة المرمى التونسية، لكن ما تعديش خط المرمى وتلمها تاني روى وتبقى هجمة مع الفريق التونسي. كده الفريق التونسي بيلعب ناقص لاعيبة نتيجة الإيقاف دقيقتين، والمرمى خالي، واي خطا هيكون غالي مشاهدينا الكرام ومشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. تستلم على مرتين وتلف مريم جمار رقم 88 اهي استلمت وقعت من ايدها، لمت تاني الكوره لفت ودارت وصوبت وسجلت الهدف السابع عشان يبقى اول تقدم لصالح مكنن تاني، وتوصل الكوره من دونجو كمارا الى أمينة اللي بتخش من زاوية وتصوب من الجناح اليمين الوينج رايت للنادي الأهلي، لكن تتصدى روى مقدم وتمنع الكرة من الوصول للشباك التونسية. التقدم الآن مشاهدينا الأعزاء مشاهدي قناة النادي الأهلي لصالح مكنن بفارق هدف، 7 مكنن 6 النادي الأهلي، وإحنا بنلعب في منتصف الشوط الأول مشاهدينا الأعزاء. سندس حشانة هتحاول تستغل الحجز اللي كانت عاملاه لها مريم جمار لعبة الدايرة، لكن ما قدرتش لأن قفلت عليها أمينة هشام. تاني سندس هتحاول تنزل الكرة على الدايرة تقطعها منها أمينة، لكن اهو اشاره من طاقم التحكيم بيقول مريم جمار ان انت ما كانش اقدر اديكي رميه جزائيه، لان ده كان بتطالب بالرميه الجزائيه ان انت كنت جوه الستة متر. كوره تاني بعد قطع الجناح اليمين ساره حسين، وتغيرات كده وتقاطعات للخط الخلفي والاظهره وصانعه الالعاب سندس حشانه
تغيير في المراكز بينهم وبين بعض، وادي اشاره اللعب السلبي، صفاره وفاول ورميه حره، اتلعبت الرميه الحره، هتصوب منا تتصدى، امينه تعمل المتابعه وتلم الكوره لمنا، وبتستحق منا تشجيع وتحيه دكه بدلاء وبنك احتياط النادي الاهلي. متى لرنا راضي اللي لسه ما شفناش من رنا راضي بقى قذائفها وتصويباتها اللي بتمتاز بيها وبيعتمد عليها النادي الاهلي في التصويب من بره، وادي تاني متى توصل الكوره للجناح امينه هشام، لكن برضو ترتضم باسفل القائم الايسر لحارسه المرمى روى وتلمها تاني ليلى. متى هتعمل الدوران وتلف متى وتعدي، لكن تتالق روى مقدم وتتصدى لتصويبة متى من اختراقها وتوغلها في عمق الدفاعات التونسية، لكن بإجادة وبمنتهى الإفادة لفريقها تمنع الكرة من الوصول إلى الشباك التونسية. تاني تغيير في المراكز كده وتقاطعات والتحركات، مروه داودي هتحاول تنزل الكره على الدايره لكن تقطعها منا، وادي من منا الى متى لدونجو كامارا، كامارا هتروح تجيب متى من وراها وتدخل متى ما بين اثنين وثلاثه بعد ما عملت تفويته كده لمتى في ظهرها، واستلمتها متى وحطتها ودخلت، واستغلت الحجز بقى اللي عملته لها برضو ناتاشا اللي بتشارك دلوقتي تاني الصفقات وتاني لاعبة المونتينيغرية اللي بتشارك مع النادي الأهلي ويدعم بيها الكابتن محمد عادل فرقته بالتعاقد مع ماتا ومع ناتاشا من مونتينيغرو، والاتنين لاعبات دوليات. بتشارك ماتا دلوقتي جنب ليلى في مركز ثلاثة، هما الاتنين الدفاعيتين، وماتا اهي لكن استلمت منها المرة دي مريم وكان فيها فاول عكسي على مريم، ما احتسبش الهدف واتلعبت صفاره وفاول والرميه حره لصالح النادي الاهلي، وتاني من ماتا الى امينه بقى تخش بقى المره دي امينه هشام وتوسع لنفسها بكل ارتياح امينه هشام وتسجل هدف تمام التمام في الشباك التونسيه عشان ترجع تاني التقدم والتفوق لصالح النادي الاهلي ولاعبات النادي الاهلي وفريق سيدات الاهلي 8-7 مقنن التونسي. سوار بن عبد الله في نص الملعب، على يمينها سندس حشانه وعلى شمالها مروه، سندس لمروه، هتحاول مروه تعمل الدوران لسوار، ترتقي سوار وتخش تصوب، حاول الدفاع الاهلاوي انه يحصل على فاول عكسي عليها لكن كانت تصويبتها اسرع قبل ما تصطدم بالدفاعات. وادي رنا راضي بقى اهي بترد على طول وتقول لي يا كابتن اياب انا موجوده وانا تصويباتي مفيده ومؤثره، وادي اهي التصويبه القويه بالثبات بدون ارتقاء على يمين حارسه المرمى روى في الشباكه التونسيه، يتقدم تاني النادي الاهلي 9-8 مقنن التونسي. لحظات ونظرات ترقب وتعليمات كده من الكابتن محمد عادل، وادي مروه بتحاول تغير اتجاهاتها بعد ما كانت رايحه على نص الملعب، رجعت تاني في اتجاه امينه اللي بتدافع في مركز اتنين دلوقتي عشان تستفيد من تواجد، وادي رنا راضي بتقطع الكوره بكل سرعه ومرونه وتمنع الهجمه التونسيه من الاكتمال وتبقى الكوره مع النادي الاهلي بعد صفاره وفاول لصالح النادي الاهلي اتلعبت على طول متى، ونزلت دلوقتي 44 شهد الشواربي على الدايره اهي قدام حضراتكم، ورانا راضي لمتى وامينه بتقطع اتقلبت الى 4-2 لامينه على الدايره، تستلم امينه وتلف وتصوب وتحصل على الرميه الجزائيه، وادي اشاره الدفاع من الداخل من داخل الستة متر، رميه جزائيه متى اللي هتتصدى روى
حارسة المرمى التونسية في مواجهة ماتا، من يتفوق، مونتينيجرو أم تونس، الأهلي أم مكنن؟ وفعلا تتفوق مكنن، وآدي تتفوق ماتا وتحرز الهدف العاشر، وآدي برضو الكاميرا هي كانت جاية على المقصورة الرئيسية بالصالة الرئيسية بالنادي الأهلي اللي بتقام عليها لقاءات البطولة. كابتن محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة حضر برضو بيتابع كل كبيرة وصغيرة بمجهود على مدار ال 24 ساعة. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي، من قبل انطلاق البطولة، وطبعا الكابتن خالد مرتجي بحكم، وادي كورة تقع من سندس حاولت تمررها لعبة الدايرة لكن تلمها منا ومن منا لدونجو كمارة ومن دونجو لراضي، وراضي تخش بكل جراءة تخترق وتتعمق في عمق الدفاعات، اهي الإعادة وعملت الخداع والفنت الشمال يمين، وبريست ايديها بتحط في الزاوية البعيدة في الزاوية التسعين على شمال حارس المرمى عشان تزيد الفارق الى 3 اهداف لصالح النادي الاهلي بعد ما كان مكنن متقدم بفارق هدف 7-6 لصالح مكنن، لكن رجعت السيادة والريادة لصالح نجمات النادي الاهلي 11-8 مكنن التونسي. سارة لسوار بن عبد الله لسندس حشانة على الدايرة لمريم جمار، وتستلم مريم برغم ان كان في دفاع قوي عليها لكن قدرت مريم بقوة بدنية قوية تحصل على الرمية الجزائية. هتطلع منا وهتنزل مين؟ هل غادة حسام؟ فعلا غادة حسام هي رقم 16 اللي نازلة تتصدى للرمية الجزائية اللي تواجه بقى سندس حشانة رفقاء الأمس منافسين اليوم، لكن سندس بتنجح ان هي تتفوق على غدا في المواجهات المباشره والفرديه ما بينهم وتحرز على يمينها الهدف 9 لصالح مكنن التونسي. بنلعب في الدقيقه 23 مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وادي ماتا تاني بتعمل الدوران بكل سلاسه وتسيب الكرة بعد ما لمت عليها الدفاع، وادي اهو زي ما بقول لحضراتكم معانا مخرجنا احمد عادل وكل العاملين وطاقم العمل في قناه النادي الاهلي، تفاصيل التفاصيل وكل اللمحات الجماليه والاعادات والاهداف بنشوفها وبنتابعها لحظه بلحظه على مستوى البطوله ككل حصريا على قناة النادي الأهلي مشاهدينا الأعزاء. تخرج سارة تستلم وتسيب لسوار بن عبد الله لسندس حشانة لمروة، مروة جت في نص الملعب صانعة الألعاب دلوقتي هتحاول، لكن شاهد الشواربي شاهد بتمنع مروة من التوغل والتعمق في الدفاعات، ومروة تاني تصوب لكن على يمين منا أرضية زاحفة توصل الى الشباك الاهلاويه، اهي الارتقاء والاعاده والتصويبه القويه ارضيه تخش في الشباك الاهلاويه عشان تقلل الفارق الى 2 10 الاهلي 12 الاهلي 10 مكنن التونسي. تروح بقى رنا راضي وترد تاني بتصويبه، اهي استلمت تمريره دونجو كامارا بدون ارتقاء وعكس حركه سير حارسه المرمى بعد ما بتودي ايديها في اتجاه اليمين عشان الحارسه تتحرك معاها ناحيه شمالها، لكن بتلف ريست ايديها وتحطها في الزاويه البعيده عكس حركتها الهدف ال 13 في الشباك التونسيه. خلاص هنبتدي نلعب في المنحنى والمنعطف الاخير من زمن واحداث الشوط الاول مشاهدينا الكرام، وتصويبه تاني من سندس لكن تصدي من منا، حاولت منا تعمل متابعه وادي اعتاب ما بينها وما بين رنا راضي، لان بعد التصدي منا للكوره الكوره كانت طالعه في اتجاه خط الجانب فلقت رنا راضي واقفه امام الكوره فمنا ما قدرتش تستلمها، حاولت تلمها طلعت لبره من راضي، رنا ما مسكتش الكوره فطلعت رميه جانب، لعبها على طول فريق التونسي وحصل منها على رميه جزائيه. سندس حشانه دلوقتي في مواجهه منا، هنشوف هل هتنجح منا، وفعلا تنجح منا ان هي تمنع سندس حشانه من تقليل الفارق
لعبوا مع بعض، حافظين بعض وعارفين امكانيات كل واحده عارفه الاخرى، فبالتالي المره دي منا ما خرجتش وما غيرتش في الرميه الجزائيه وتصدت بنجاح. وادي ماتا بتنزل الكره لشهد الشواربي على الدايره، لكن تتصدى روى مقدم، وادي الجمهور ومتابعين وعشاق كره اليد وجمهور النادي الاهلي في الصاله المغطاه كره فيها حول الخداع، لكن كان فيها خطوه زياده، اربع خطوات تلعبها على طول منا الى امينه هشام، ومنها الى ناتاشا اللي استلمت وصوبت، لكن تتصدى برضو روى حارسة المرمى وتمنع الكرة من الوصول الى الشباك التونسية. براعم وناشئين وناشئات النادي الاهلي اللي بيتابعوا اللقاء من صالة الامير عبدالله الفيصل من الجزيرة. وادي تاني بتقطع اهي سارة حسين برضو بتستغل سرحان وتوهان الدفاع الاهلاوي ان هما ما بيركزوش، برغم ان هي اتعملت اكتر من ثلاث اربع مرات هذه الكوره. وادي على طول الكابتن محمد عادل زولا بيوجه امينه وبيوجه رانا ان الكوره دي ما ينفعش تتكرر تاني، وبترد ماتا دلوقتي بقى بتعوض خطا او يعني اضاعه مواطنتها ناتاشا للتصويبه الماضيه، بترد بتصويبه قويه في الشباك التونسية ومعاها الهدف ل 14. مشاهدي قناة النادي الأهلي واحنا بنلعب في الدقيقة 28 من زمن وأحداث الشوط الأول، 14 الأهلي 11 مكنن التونسي. يمكن مكنن لعب في الدور التمهيدي أو دور المجموعات لعب أربع لقاءات، وادي منا بتتصدى. هقول لحضراتكم بعد بعد الهجمه دي هنشوف النادي الاهلي هيلعب على الهجمه المرتده السريعه. رنا راضي لشهد لدونجو كامارا لماتا، هتخش ماتا وتخترق ماتا وتعمل خداع وتخش بين واحد واثنين وتحرز الهدف الجميل. اهي شايفين استلمت، عملت ان هي هتمرر لامينه هشام، راحت سندس حشانه شويه كده ناحيه امينه، لكن راحت عدلت اتجاهاتها ماتا وصوبت الهدف ال 15 لصالح النادي الاهلي. وادي الجمهور ابتدينا نسمع صوته بقى وتشجيع وتحيه اللاعبات، ودونجا كامارا من داخل الملعب بتطلب منهم تحفيز وتحميس الفريق ومساندتهم. سندس حشانه الى مروه، حاولت مروه تخش من الباك العكسي، لكن وادي جانب من اولياء الامور ومتابعين كره اليد طبعا غالبيتهم من اولياء امور لاعبات النادي الاهلي اللي بيشاهدوا هذا اللقاء. ومنا تتالق وتتصدى وتوصل الكوره الى مين؟ الى اللي نزلت مكان امينه دلوقتي صارح حسام رقم 19، لكن تقع الكوره تتصدى حارسة المرمى وتعمل متابعة تاني. سارة اهي صوبت جت في القائم، حاولت تمسكها رقم 7 فاطمة بوري، وقعت الكرة من ايدها، تبعت عليها تاني سارة حسام الخولي وصوبت واحرزت الهدف في الشباكة التونسية. 16 الاهلي 11 مكنن التونسي. خلاص متبقي حوالي 20 ثانية مشاهدينا الاعزاء على زمن واحداث الشوط الاول، والجمهور ابتدى يعلى صوته بقى ويتعلى صيحاته. وسندس على الدايره بتحاول تمرر الكوره الى مريم جيمار، لكن بكل جساره وبكل شطاره ساره الخولي بتمنع الكوره من الوصول لمريم. تاني سندس الى مروه للجناح رقم 31 سوار بن عبد الله، وتلمها منا وتعملها في المرمى الخالي، ومنا تحرز الهدف الغالي. وقلت لحضراتكم ان الخطا هيكون غالي لو المرمى خالي، وهي منا بتلعب الكوره في الثواني الاخيره وبينطلق بعديها صافره
نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي 17 مقابل 11 مكنن التونسي. صافرة نهاية أحداث الشوط الأول مشاهدينا الكرام، متابعي وعشاق النادي الأهلي في كل مكان، شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا. انتهى النادي الأهلي ونجح نجمات النادي الأهلي إن هم يحسموا الشوط الأول بتقدمهم بنتيجة 17 مقابل 11 بفارق 6 أهداف. استراحة قصيرة ما بين شوطي اللقاء على أمل اللقاء بكم مع بداية الشوط الثاني. مشاهدينا الأعزاء، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي أنساتي سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، عودة مرة أخرى لحضراتكم وبداية فعاليات وأحداث الشوط الثاني من اللقاء اللي انتهى وحسموا نجمات النادي الأهلي بنتيجة 17 مقابل 11 أمام مكنن التونسي، ومواجهات دور الثمانية بقى تمن النهائي الكوارتر فاينل. وأدي كرة تاني من متى حاولت تمررها على الدايرة ليه ليلى هيثم، لكن إشارة اللعب السلبة اهي، متى والاختراق والتوغل وتلمها تاني بعد ما صوبت متى واخترقت، تصدت حارسة المرمى روى، لكن عملت متابعة هايلة سارة الخولي وتصوب وتحرز أول أهداف الشوط الثاني لصالح النادي الأهلي عشان تزيد من آلام وأوجاع فريق مكنن التونسي وتزيد الفارق إلى 7 أهداف، 18 الأهلي 11 مكنن التونسي. ونزلت دلوقتي لعبة الدايرة أهي اللي معاها الكورة رقم 14 نورهان معلل، وسندس حشانة في نص الملعب لسارة لسوار بن عبد الله اللي بتصوب، لكن منا بتتصدى وتدود عن مرماها بكل بسالة وجسارة الحقيقة منذ بداية المباراة. دونجو كامارا في نص الملعب، على يمينها رنا راديو، على شمالها ماتا. على الدايرة ليلى هيثم، وفي الأجنحة أمينة هشام، وفي الوينج رايت الجناح اليمين سارة الخولي. تقع الكرة ويلمها الفريق التونسي، عطلت سارة الخولي الهجمة المرتدة السريعة اللي كان عايز يعملها الفريق التونسي، وراحت على مهلها تماما سندس حشانة وسوار بن عبد الله في نص الملعب. ونزلت لاعبة الدايرة دلوقتي رقم 14 نورهان معلل اهي اللي معاها الكرة وبتعمل التمريرة إلى مروة حشانة سوار مروة لسوار بن عبد الله ليلى بن هيثم بتعمل التصدي الدفاعي الممتاز الحقيقة. تاني المروة لسوار لسندس برضو بنفس الطريقة بتستغل تحرك منا وتشوط الكرة، هي الإعادة اللي فيها كل الإفادة عكس حركة منا اللي كانت رايحة ناحية الشمال وحطت الكرة على يمينها أرضية الهدف ال 12 وأول أهداف فريق مكنن التونسي. مشاهدينا الأعزاء، دونجو كامارا رنا راضي ماتا لأمينة هشام لماتا ترجع الكرة تاني الأمينة وتصوب أمينة، لكن ما كانتش بوضعية مرتاحة وهي بتصوب ولا الوضع التشريحي بتاع جسمها للتصويب. وآدي بقى منا ابتدت تتفطن بقى وتركز مع التصويبات إن هي بتكون عكس حركتها في المرمى. سوار بن عبد الله بتصوب، لكن منا بتتصدى برشاقة ومرونة وتمنع الكرة من الوصول للشباك الأهلوية. ابتدى صوت الجمهور بيعلى اهو، وطبعا بنقول
حضراتكم برضو بننوه ان النادي الاهلي ايضا الرجال عنده ان شاء الله برضو لقاء دور الثمانية الكوارتر فاينل اللي هيواجه فيه شبيبة كينشاسا الكونغولي اللي هو دي جي اس بي اللي جه عفوا هيقابل جي اس كي اللي هي شبيبة كينشاسا الكونغولي اللي جه ترتيبه في المركز الرابع في المجموعة الأولى، والنادي الأهلي بصفته حصل على المركز الأول في المجموعة الثانية في منافسات الرجال من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، فهيقابل جي اس كي الكونغولي في تمام الساعة 9 إن شاء الله، وهننقلها لكم برضو عبر قناتكم وقناتنا قناة النادي الأهلي الحقيقة اللي بتنقل اللقاءات حصرية لصالح جمهور النادي الأهلي وكرة اليد الأهلوية والمصرية على وجه العموم. تاني سندس حشانة بتحاول، لكن ليلى وسارة الخولي بيقفلوا عليها تماما، وادي ناتاشا بتلعب دفاعي جنب ليلى في مركز ثلاثة وإشارة اللعب السلبي. سندس لسوار لمروة ليلى والدفاع، فاضل تمريرة واحدة هو بيشاور الحكم الجزائري، تتلعب فيه الجناح اللي هتخش وتصوب بنجاح، لكن منا بارتياح تتصدى وتطلع الكرة رمية جانب لصالح الفريق التونسي. اتلعبت على طول وصلت لمريم جمار لسوار بن عبد الله اللي راحت فيه الباك رايت، وجت في نص الملعب مروة رقم اتنين مرمى داودي اهي، لعبت الكرة الى نورهان وقلبوا الطريقة الى 4-2، وتصوب سندس تطلع من الجناح وتصوب بنجاح وتحرز الهدف، وادي كرة في الشباك الخالية لكن بره الثلاث خشبات، حاولت ماتة ان هي تستغل ان المرمى خالي، وزي ما قلت لحضراتكم الخطأ هيكون غالي لكن بره الثلاث خشبات، وتبقى رمية مرمى لصالح الفريق التونسي. اتلعبت على طول لسندس نورهان، بتطلع وتعمل التحرك المعتاد بتاعها، تنزل على الدايرة عشان تقلبها لأربعة اتنين، وليلى بتدافع على الدايرة، ناتاشا بتدافع على الدايرة وبتدافع على لاعبة الخط الخلفي، وتقع سندس وتبقى صفارة وفاول ورمية حرة للفريق التونسي. سندس تاني هتلعب الكرة تمريرة عكسية من الباك للباك، توصل الكرة من سندس لمروة اللي راحت في الباك رايت زي ما قلت لحضراتكم، تخترق وتتوغل وتصوب وتحرز الهدف ال 14. قل الفرق إلى 5 أهداف أعزائي المشاهدين. 19 الأهلي 14 مكنن، بنلعب في الدقيقة 8 من زمن الشوط الثاني. رنا راضي كمارة على شمال عماتة، خط الخلفي للنادي الأهلي، ليلى لكمارة لرنا، هتحاول تخترق رنا بعد عملت خداع كده بالتمرير للجناح لكن رجعت فيها وراحت، لكن الدفاع كان قافل عليها تماما عن طريق اللاعبة مين رقم 7 فاطمة بوري. دونجو كمارة وتبدل الكرة وتغير الكرة من ايديها اليمين لايديها الشمال وتصوب تصويبة قوية، لكن كان فيها خطوة زيادة وبقت صفارة وفاول ورمية حرة لصالح مكنن التونسي. نورهان نزلت اهي تاني واربعة اتنين هجومية، بيطلع حارسة المرمى وبيلعب بزيادة لاعبة 7 لاعبات في الحالة الهجومية عشان يبقى عنده أفضلية عددية على فريق النادي الأهلي، بعد عارفين طبعا حضراتكم من متابعتكم للقاءات كرة اليد اللي بتنقلها لكم قناة النادي الأهلي في كل زمان ومكان، إن تعديلات القانون الاتحاد الدولي إنه عدل دلوقتي إن بقى ممكن نطلع حارسة المرمى وتنزل لاعبة وتبقى فيها في الحالة الهجومية ويبقى فيها حالة زيادية كده زيادة عددية لفرقتها، ونجحت دلوقتي سندس إن هي تحرز الهدف ال 15.
19 الاهلي، 15 مكنن، ماتا، دونجا كامارا، امينه هشام لدونجا كامارا، ماتا لرنا راضي اللي بتخترق رنا وتصوب وتسجل الهدف العشرين لصالح النادي الاهلي. وادي الجمهور اهو اللي بيسخن نفسه من دلوقتي، عشان زي ما قلت لحضراتكم في لقاء في 9:00 مساء بيجمع رجال النادي الاهلي مع جي اس كي الكونغولي في مباراه الكوارتر فاينل لبطوله كاس الكؤوس الافريقيه للرجال، بيؤازر فريق السيدات ثم يستكمل تواجده في الصاله ويتابع ويبقى اللقاء يشاهدوه ايضا ويؤازروا فريق الرجال للنادي الاهلي. تقع الكره وحاولت ماتا ان هي تاخدها، لكن كان فيها اعاقه ودفاع وجذبه كده شده من ماتا، فتبقى صفاره وفاول ورميه حره للفريق التونسي. سندس حشانه هتلعب لسوار، لا ما لعبتش لسوار، صوبت على يمين منه الهدف ال 16، تروح ماتا بتوصل الكوره لامينه هشام لماتا تاني، هتعمل الدوران وهتدخل امينه، وفعلا تدخل امينه من الجناح وتحرز امينه الهدف بنجاح، الهدف ال21 لصالح النادي الاهلي. اهي ماتا عملت الدوران، فنت الدوران، لفت لمت الجناح عليها رقم 33 ساره، لكن امينه هشام تخش بوضع تمام التمام وتحرز الهدف ال21. بداية الدقيقة 12 من زمن وأحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. مروة تحاول تعمل تغيير اتجاهات كده، لكن ناتاشا بتوقفها وبتدافع عليها وبتمنعها من التقدم والتوغل في الدفاعات الأهلوية. تاني مروة لنورهان اللي بتطلع من على الدايرة تستلم من الباك وترجع الكرة تاني وتنزل على الدايرة مرة أخرى. منا تتصدى للتصويبة اللي حاولت تعملها لها لب من فوقيها، لكن تصدت لها منا بنجاح وتلعب الكرة الماتة، ومنها لرنا راضي، ومن رنا لكامارا دونجو، لرنا لماتا لرنا، تمريرات كده عرضية ما بين الخط الخلفي للنادي الأهلي، وبتطلب رنا من ليلى إن هي تخرج من على الدايرة. دونجو كامارا وعملت خطوة زيادة برضو لتاني مرة، ما بتحسش دونجا كامارا لما بتتفتح الثغرات قدامها بتروح واخدة طريقها في اتجاه المرمى، ما بتحسش بارتكاب الخطوات الزيادة، فبالتالي بتحس بفاول ورمية حرة عليها، وبيرد على طول فريق مكنن عن طريق اللاعبة رقم 19 تهاني عمرو، وتحرز الهدف ال 17 لصالح مكنن التونسي. ادي ماتا تطلب من امينه حاجه كده، امينه هشام، ان هي تقطع من على الدايره من بره التسعة متر وتنزل تبقى لعيب الدايره زياده وتعمل تمريره عرضيه، لكن بتتابعها رنا راضي قبل ما تطلع اوت، رميه جانب لدونجو كامارا لماتا، هتخش ماتا وتلعبها عكسيه للباك للجناح اليمين ساره الخولي، ومن ساره لدونجا. وادي الدكتور حسن مصطفى بقى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد بيتابع اللقاء، وبجواره على يمينه مستر منصور اريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد ايضا بيتابع لقاءات بطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد. ده لقاء السيدات، ويعقبه في 9:00 في لقاء الرجال ايضا. وكان نادي الزمالك مشاهدينا الاعزاء في منافسات الكوارتر فاينل للرجال كان قابل كيركوس الاثيوبي ونجح ان هو في دور الثمانيه طبعا في الكوارتر فاينل في اولى لقاءات الكوارتر فاينل، ونجح ان هو يفوز نادي الزمالك على كيركوس الاثيوبي بنتيجه 48-23. واحنا عارفين ان كيركوس كان في مجموعه النادي الاهلي اللي ترتيبه في المركز الرابع برصيد 0 من النقاط وعليه ماينس 105 من الاهداف. النادي الاهلي كان قابل كيركوس في اول لقاءات المجموعات في مستهل مشواره، واستطاع ان هو يهزمه بنتيجه 59-8 لصالح النادي الاهلي. انتهى الوقت المستقطع الشوط التايم اوت اللي طلبه
النادي الاهلي، وعلى طول استأنفنا اللقاء مع حضراتكم. دونجو كامارا على مهلها وفي اشاره اللعب السلبي، وادي الحكم بيقول في تمريرتين فقط بعد اشاره اللعب السلبي. رنا راضي استلمت اول تمريره وتعطلت الهجمه تاني، تمريره واحده اهي لرنا، هترتقي رنا وتصوب رنا وتسجل رنا وتحرز المره دي بالرغم ان كان في دفاع قوي عليها والتصويبه ما كانتش بالقوه اللازمه، لكن كانت عكس حركه حارسه المرمى برضو وارتضمت تقريبا في البلوك كده وغيرت اتجاهها فراحت تتهادى في الشباكه التونسيه. تاني المرمى خالي والخطا هيكون غالي، سبع لاعبات من في الحاله الهجوميه لفريق مكمن التونسي، مروه في نص الملعب صانعه العاب، على شمالها سندس حشانه وعلى يمينها سوار بن عبد الله. سندس وتصوب سندس وتحرز سندس الهدف ال 18 لصالح مكنن التونسي، وبيرد النادي الاهلي لا ده هنا كان في اعاده، بس الاعاده دي كانت في الشوط الاول. مشاهدينا الاعزاء تاني على طول اتلعبت رميه الارساله اهي، 22 الاهلي 18 مكنن التونسي. دونجو كامارا لرنا راضي لمات لناتاشا، دي لا دي مين بقى دي نزلت دلوقتي قاذفه اهداف النادي الاهلي. الجو تقع جدلة اهي بتصوب تصويبه قويه على التسجيل، تقع ناويه وتحرز الهدف ال23 مشاهدي قناة النادي الأهلي، واحنا بنلعب في منتصف الشوط الثاني من المباراة، مباراة دور الثمانية الكوارتر فاينل اللي بتجمع بين الأهلي المصري ومكنن التونسي. تاني سندس حشانة على الدايرة النورهان، وكان فيها دفعة من مين؟ هل في إيقاف الدقيقتين كده على رنا راضي ولا على فعلا على رنا راضي رقم 20 اهو، وتوضيح من الحكم يوسف بالخيري. سندس حشانه والرميه الجزائيه في مواجهه منا وتحرز بسهوله كده ويسر، كوره ما استنتش ان هي تهوش او تعمل خداع وصوبت على طول اول ما الحكم اطلق صافرته، بغتت منا بالتصويبه على طول في الشباك الاهلاويه الهدف ال 19. تقع بقت دلوقتي في الظهير الايسر الباك الشمال، متى تخترق وتتوغل تصوب وتسجل الهدف ال 24 عشان تزيد الفارق الى 5 اهداف. اهي الاعاده اللي فيها كل الافاده من احمد عادل مخرجنا على طول، متابعنا كوره بكوره زي ما قلت لحضراتكم وتفاصيل التفاصيل ديتيل الديتيلز. 24 الاهلي والصوت الجمهور ابتدى يعلى ويزيد والاعداد ابتدت تزيد في صالة النادي الأهلي بالجزيرة اللي بتحتضن هذا اللقاء واللي بينظم البطولة، بطولة كأس الكؤوس الأفريقية للنادي الأهلي نجح في تنظيمها هي وكأس السوبر الأفريقي سواء كان للسيدات أو للرجال. لعبت رمية الجانب من الكرة التمريرة اللي وقعت من الهجوم التونسي وطلعت رمية جانب للنادي الأهلي، لعبتها منها لتقى ومنها لماتا لدونجو كامارا، لتقى لماتا لدونجو، هتحاول دونجو ان هي تخترق لكن بتطلب من ماتا هي ان هي ما تجيش عليها عشان بتجيب مدافع عليها تاني، تقع لماتا وهي تعمل بقى الخداع وتصوب لكن تتصدى حارسة المرمى اللي نزلت دلوقتي مكان روى مقدم، وادي براعة من ناشئات النادي الاهلي. سندس بتحاول ان هي تتوغل وتخترق لكن دونجو كامارا و شهد الشواربي بيعملوا قفل للدفاعات الاهلاويه للفواصل المفتوحه وما نجحش فريق مكنن ان هو يستغل النقص العددي اللي كان في صفوف النادي الاهلي نتيجه ايقاف رنا راضي، وفعلا ناجح النادي الاهلي لحد ما انتهى الايقاف ان هو يعوض النقص العددي اللي كان في صفوفه الدفاعيه. تاني نورهان ونزلت على الدايره، سندس حشانه والتمريره العكسيه توصل للجناح سوار بن عبد الله اللي بتمرر الكره للجناح، سندس
حاولت تعمل التمريرة على الدايرة لكن منا، وهل هتحطها في المرمى؟ منا والمرمى تاني أهداف منا. واضح إن منا كده عايزة تبقى هاتريك النهاردة في لقاء اليوم، لو أحرزت الهدف الثالث بلغة كرة القدم كده هتبقى هاتريك في المرمى الخالي والخطأ الغالي والهدف الجميل والإعادة السريعة والكورة في الشباك التونسية، الهدف 25 لصالح النادي الأهلي. زاد الفارق إلى 6 أهداف، معدل التهديف الفارق اللي كان نهى به نجمات النادي الأهلي الشوط الأول بفارق 6 أهداف 17-11، يبقى النتيجة حتى الآن في الشوط الثاني فقط لوحده تعادل 8-8. تاني مروة بتحاول تمرر الكرة على الدايرة لمريم جمار، وتصويبة من سندس، لا دي من مروة رقم 2، اهي الاعادة والارتقاء العالي. حاول الدفاع الاهلاوي عن طريق شهد ومري وليلى ان هم يعملوا البلوك بتقى وشهد، لكن في المقص وتبقى هدف لصالح الفريق التونسي، وتضيع الهجمة على النادي الاهلي ويردها مكنن التونسي بعد تصدي منا للتصويبة، وعملت متابعة مريم جمار على الكورة وكان فيها دفاع وصفارة وفاول ورمية حرة لصالح الفريق التونسي. لسه المدير الفني والجهاز الفني لفريق مكنن بيلعب بزيادة لاعبة على طول، زيادة عددية في الحالة الهجومية بخروج حارس المرمى منذ بداية الشوط الثاني من اللقاء. مشاهدينا الأعزاء بيخرج حارس المرمى وينزل لعيبة عشان يحاول، لكن النادي الأهلي قافل تماما، وادي فاول عكسي بذكاء، تقع بتستغله بذكاء ونجاح، وادي متى، يمكن شايفين متى وروحها الحقيقة اللي دخلت في أجواء النادي الأهلي على طول، بالرغم ان هي تم التعاقد معاها قبل البطولة بأيام قليلة عشان يدعموا بيها هي وناتاشا صفوف النادي الأهلي بروح، روح الفانيلا الحمراء وروح النادي الأهلي، بتقدم كل الدعم لزميلاتها سواء كان من داخل الملعب أو من خارج الملعب. أعزائي المشاهدين ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، رانا راضي، لكن دفاع قوي عليها من تهاني عمرو رقم 19، هي اللي بتلعب فيه مركز 3 الدفاعي، تقع بقى والتصويب، تقع والتسجيل، تقع والتهديف، بتستغل تقع وبتنوع في تصويباتها، مرة بالارتقاء ومرة من الثبات ومرة من الحركة، وبتقول حارسة المرمى رقم 12 أماني بن سالم من الشبكة هات الهدف 26 لصالح النادي الأهلي. نورهان، سندس حشانة لمروة، رجع الكرة لسندس تاني، مروة هتحاول تعمل الدوران لكن ليلى هيثم زكي بتعمل المقابلة الدفاعية، سندس وهتنزل بالدريبلاية، حاولت ليلى ان هي تقطع الدريبل لكن كانت سندس أسرع في النزول بالكورة، وصفارة وفاول ورمية حرة، هتطلع نورهان اهي وهتنزل حارسة المرمى عشان لو الكرة اتقطعت. تاني مروة في إشارة اللعب السلبي، وتصوب مروة بره الثلاث خشبات، مروة داودي وتاني الهجمة أهلاوية دونجو كامار لتقع، هتحاول طلعت أمينة هشام ونزلت فرح حازم رقم 40 في الجناح الشمال الوينج ليفت، وكرة من رنا راضي لأمينة عاطف اللي نزلت دلوقتي عشان تشارك في الجناح اليمين، وأيضا زي ما قلت لحضراتكم نزلت
الجناح الشمال ايضا رقم 40 فرح حازم، برضو الكابتن محمد عادل بيعمل روتيشن كده وتدوير بين اللاعبين عشان يوزع حمل المباراة على كل قائمة النادي الاهلي. وادي تايم اوت وقت مستقطع بيطلبه فريق مكنن التونسي، وهو بيطلب اهو الكابتن عادل واضح من تعليماته كده انه في حالة الزيادة العددية لما بيخرج المدير الجهاز الفني حارس المرمى وينزل لعيبه ويبقى عنده زياده عدديه، فبيطلب ان احنا يبقى في تحرك عرضي مع الكوره، ما نفتحش المساحات، نسيب الاجنحه شويه وعاملين حسابنا ان احنا نرد للاجنحه في حاله لو الكوره اتنقلت الى الجناح، لكن ما ندهمش فرصه ان هم يستغلوا الدفاعات. امينه عاطف الجناح الطائر ونجمه الوينج رايت في النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني للسيدات، وفرح حازم ايضا في الوينج ليفت. استأنفنا اللقاء بعد انتهاء التايم اوت الوقت المستقطع، ونزلت دلوقتي برضو 98 في الباك رايت سمية بالحاج، وتوصل الكرة ليه الوينج رايت وتقع الكرة وتبقى رمية جانب لصالح النادي الاهلي، تلعبها منه ليه تقى لدونجو كامارا جانب من الحضور بقى اهو زي ما بقول لحضراتكم في مقصورة الرئيسية للنادي الاهلي، دكتور حسن مصطفى ومستر منصور اريمو رئيسي الاتحاد الدولي والافريقي لكرة اليد، وايضا كرة على الدايرة اهي من دونجو كامارا لشاهد الشواربي بتستلم وتلف وتسجل وتحرز الهدف بكل شجاعة وأريحية وجسارة، الهدف 27 لصالح النادي الأهلي. مروة داودي اللي بتلعب صانعة ألعاب دلوقتي في نص الملعب، على شمالها سندس حشانة وعلى يمينها سمية بالحاج، وجات سندس في نص الملعب، التقاطعات وتغيير في المراكز كده للخط الخلفي لمكنن التونسي من مروة داودي إلى سندس، واختراق وتوغل من سمية بالحاج، وفي ايقاف دقيقتين على مين؟ على 40 اهي، وبتقول انا ما لمستهاش اهي الاعاده اهي، لكن الاعاده فيها كل الافاده، وفعلا يا فرح انت كان في دفعه ليها اثناء التصويب، والرميه الجزائيه برضو بتنجح فيها سندس في احرازها على شمال منا في الشباك الاهلاويه، الهدف رقم 21. 27 الاهلي، 1 هل هو الهدف 20 ولا 21؟ ده اللي هنتابعه مع حضراتكم اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. متى من دونجو كامارا، وادي كان في دفاع قوي عليها من تهاني عامر، تقى لدونجو وتصوب دونجو، لكن في ايد حارسة المرمى رقم 12 اماني بن سالم اللي نزلت زي ما بقول لحضراتكم وتروح للهجوم التونسي الى سندس، ومن سندس الى مروة، ومروة تحرز في الشباك الاهلاوية. اهي الكرة الاسيست من سندس بعد ما لمت عليها الدفاعات وسابت الكرة للداودي مروة، وتحرز على يمين منا الهدف 21. ماتا هتخش ماتا وتحاول تعمل تمرير عرضية قطرية كده بعرض الملعب إلى تؤة، هتعدي ماتا وتفوت، دفاع قوي عليها وفي إيقاف فعلا دقيقتين لأن كان في جذب من التيشيرت على مين؟ على اللاعبة رقم 7 فاطمة بوري، اهي راحت وكان فيه شد اهي زي ما حضراتكم شايفين، ودفعة من فاطمة بوري رقم 7 اهي اللي قدام حضراتكم، فخدت ماتة حصلت على الرمية الجزائية رمية السبع امتار رمية التسع امتار فاول يعني لصالح النادي الاهلي، وحصلت فاطمة على الايقاف الدقيقتين
وحصلت أمينة عاطف على التمريرة من الجناح أحرزت بيها الهدف ال28 بنجاح. توصل الكرة في الجناح اليمين، لكن بقى غادة حسام اللي نزلت بتصدي تمام التمام تمنع الكرة من الوصول لشباكها التصويبة من الوينج رايت للفريق التونسي لمكنن التونسي. لكن غادة دونجو كامارا تصويبة برضو من دونجو كامارا وهي بتجري بدون ارتقاء لكن بره الثلاث خشبات، تلمها أماني بن سالم على طول حارس المرمى وعملتها طويلة، حاولت تعملها إلى الجناح اليمين الوينج رايت، لكن دونجو كامارا بتقطع الكرة بكل شطارة وتبقى الهجمة أهلوية مع نسور النادي الأهلي، مش نسور قرطاش بقى مشاهدينا الكرام، مع نسر النادي الأهلي ونجمات النادي الأهلي على طول. دونجو كامارا تاني الماتا، هتحاول ماتا ان هي تعمل وتهدي ملعبها تماما ودفاع قوي عليها من تهاني عمرو، تقى لكامارا وتصويبة من كامارا، هي دي بقى اللي بتحرجم عليها بكل شطارة. شايفين حضراتكم التصويبة من تحت ايد الدفاع ما بتشوفهاش حارسة المرمى أماني بن سالم إلا وهي في الشبكة، وآدي توصل الكورة للجناح رقم 77 بوسينة أميتشي، لكن بره الثلاث خشبات. غادة كانت قافلالها المرمى تماما، أجبرتها إن هي تصوب بره المرمى خالص على شمال غادة وتبقى رمية مرمى لصالح النادي الأهلي. انتهت الدقيقتين الإيقاف اللي كانت على الفريق التونسي، وبنلعب خلاص في الدقيقة 30 من زمن وأحداث الشوط الثاني مشاهدينا الأعزاء. تقع بقى تستلم تمريرة دونجا، 29 الأهلي 21 مكنن التونسي، ومتبقي حوالي 20 ثانية تقريبا على زمن الشوط الثاني والمباراة. شاهد تستلم الأسيست من غادة حسام، الفاست بريك السريع، الكرة طلعت اهي على طول لشهد، استلمت ولفت بصت وشافت شاطت وسجلت الهدف ال30 لصالح النادي الأهلي، عشان نقدر نقول لنجمات النادي الأهلي وفريق سيدات النادي الأهلي مبروك الوصول إلى السيمي فاينال والكوارتر فور المربع الذهبي اللي هتقام لقاءاته بعد غد إن شاء الله. هنشوف هيواجه مين، هل بقى هيواجه المرعب بطل السوبر هو مين اللي الأفريقي اللي يطلع من دماغه ده اللي هنتابعه مع حضراتكم. وادي تانية اهي واحدة من غادة إلى أمينة، لكن عملتها لشهد، شهد حاولت تحطها ولا ليلى حاولت تحطها سريعة، لكن تتصدى لها أماني بن سالم وتبقى هجمة للفريق التونسي اللي بتلف الجناح وتصوب وتتصدى غادة، ورايحة دونجا عايزة تعمل الفاست بريك توصل لتقى وتصوب تقى، ومعاها فاول عكسي وصفارة على الهجوم الأهلاوي. زادت سرعة وإيقاع المباراة مشاهدينا الكرام في الثواني الأخيرة، تقطعها 40 فرح حازم وتوصل الكرة إلى تقى وتسجل الهدف ال31، ومعاها صافرة نهاية أحداث اللقاء مشاهدينا الأعزاء أهي الإعادة اللي فيها كل الإفادة، وآخر أهداف النادي الأهلي واللقاء، وفرحة النصر وروح النادي الأهلي بتسيطر وتملأ على صالة الأمير عبد الله الفيصل على كل الحضور السعادة والروح الإيجابية. وآدي نصرة عيد عبد الملك كابتن وقائد النادي الأهلي اللي ما شاركتش في هذا اللقاء، وتحية وتشجيع، مبروك النادي الأهلي وصوله إلى المربع الذهبي والدور قبل النهائي، هارد لك مكنن التونسي. وشكرا لحضراتكم مشاهدينا الأعزاء على متابعتكم معنا، وبالتوفيق إن شاء الله. وبرضو ننوه على لقاء أيضا من ضمن ألعاب الصالات اللي بيتسيدها النادي الأهلي تماما
في هذه الأثناء إن شاء الله لقاء الأهلي والاتحاد السكندري في كرة السلة، أيضا في بطولة كأس السوبر المصري لكرة السلة، اللقاء الفاصل اللي لو فاز به النادي الأهلي هيحصل على كأس السوبر في كرة السلة للرجال، وأيضا لقاء كرة اليد الذي يجمع بين الأهلي وجي اس كي الكرغولي في كأس الكؤوس الأفريقية في منافسات الرجال في 9 مساء عقب مباراة الباسكتبول إن شاء الله بالتوفيق. وشكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا، وشكرا لجمهور النادي الأهلي ولقناة النادي الأهلي اللي بتنقل كل الأحداث واللقاءات الرياضية. وكان معكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.